اولا لازم اوجه كل التحيه بصراحه لوزاره التضامن الاجتماعي وصندوق مكافحه الادمان والتعاطي، لانه مجهود محترم جدا. اولا اختيار محمد صلاح ده اختيار اكتر من رائع لتاثيره القوي على الشباب، وهو نموذج الحقيقه للشباب كتير جدا. وسعدت جدا النهارده باستماع لكلمه معالي الوزير انه قد ايه وجوده في الحمله دي كان مؤثر، انه عدد المقبلين على مركز العلاج من الادمان عددهم زاد جدا مقارنه بالسنين اللي فاتت. تفاعل الشباب ما شاء الله على السوشيال ميديا مع الحملات اللي بيكون فيها محمد صلاح اكتر من رائع، فده كله الحقيقه نتيجه يعني هي اللي كانت منتظره من حمله زي كده، واللي بنتمنى ان شاء الله انه الاعداد تزيد اكتر كمان الفتره اللي جايه من الشباب اللي عايز يتعالج من الادمان. بدل الحدوته ثلاثه ماله؟ اكيد بتابعه زي بتابع كل المسلسلات، اكيد يعني لازم اتابعه. تابعت ايه السنه دي في رمضان؟ يعني لحد دلوقتي اللي قدرت اتابعه كلبش ثلاثة، لانه انا مرتبط بيه من الموسمين اللي فاتوا فحابب ان انا اكمله. لمس اكتاف، لانه ما شاء الله ياسر جلال يعني نجم كبير، والمسلسلين في رمضانين اللي فاتوا حققوا نجاح محترم جدا، مسلسل السنه دي برضو حلو جدا. اللي منتظر ان انا ابدا اتابعهم ان شاء الله، لانه شايف يعني في ردود فعل كويسه عليهم، زي الشمس على سبيل المثال زي حضرتك. بس ولسه بقى يعني ما بحب اخد لفه كده على كله عشان اقدر اقيم كل المسلسلات بقدر الامكان. الاول كنت مشترك في لهفه، وطب بدر حدوته ثلاثه مشتركين فيها ولا لا؟ عايز اقول لك على حاجه، بس طبعا انا في مسلسلات قلتها لك، بس في مسلسلات مفروغ من ان انا بتفرج عليها، يعني بدل حدوته ثلاثه، سوبر ميرو، الزوجه 18، دول اكيد ما فيش نقاش ان انا بتفرج عليهم، بس انا قلت الحاجات اللي الناس هتبقى حابه تسمع ان انا بتفرج عليهم.